نروح تاني لابو ظبي ومعانا على الهاتف الزميل العزيز الاستاذ وليد فاروق الصحفي المتالق ايضا في الصحافه الاماراتيه. مساء الخير يا وليد، او صباح الخير عندك الساعه 2. صباح الفل يا استاذ ابراهيم، وتمام لكل الزملاء الاعزاء الجمال اللي انا بسعد دايما ان انا اسمع صوتكم بصراحه في المناسبات الجميله ديت. اهلا اهلا بك يا استاذ وليد، دعنا ارحب بيه لانه طبعا ابن مؤسسه الاهرام، وغير كده وليد من الشفت الانفياز الاهرام يا هو من الشخصيات محمد القوسي حبيبي وعشره عمر. ربنا يخليك يا استاذ وليد، وحشنا كتير جدا وبنستمتع بارائك ومتابعين نجاحاتك الحقيقه وادائك المميز في الاعلام الاماراتي. يعني اتفضل يا استاذ. قول لي يا استاذ وليد، اجواء السوبر عندك بقى ليله المباراه؟ والله يا استاذ ابراهيم، يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، لو كان الاهتمام بمباراه السوبر اللي بتقام في الامارات بكل نسخه 24 ايراد، فالنسخه المره دي تحديدا المره الخامسه 124 ايراد. ياه الدرجه دي؟ والله يعني طبعا تزامنا طبعا اكيد مع الاحتفالات بمرور 50 سنه على العلاقات الاماراتيه المصريه، ولكن النسخه دي تحديدا في اهتمام شديد جدا جدا جدا، اهتمام على كافه المستويات، المستويات الرسميه الاعلاميه الجماهيريه، بصراحه يعني حاجه تفرح وحاجه يعني خليني من منبرك الجميل ان انا اوجه رساله يا جماعه، تكون بدايه، يا ريت مباراه السوبر المره دي تكون بدايه لعوده كره القدم الجميله ما بين الاهلي والزمالك، يا ريت يعني طبعا انا احب ان انا اشوف الاهلي والزمالك دايما هنا في الامارات من خلال تواجدي، بس احب ان انا اشوف دايما طبعا التواجد والحضور الجماهيري والمهرجانات دي كلها في مصر برضه عشان الملايين في مصر تستمتع. الاعلام الاماراتي واضح انه مدي مساحه كبيره للمباراه. جدا جدا جدا، كل وسائل الاعلام هنا في الامارات مهتميه جدا بالمباراه. انا عايز اقول لحضرتك كل الانشطه الرياضيه يعني توارد جانبا شويه في هذا الاسبوع عشان يكون الاهتمام كله منصب على مباراه السوبر. دوله الامارات وابو ظبي تحديدا وكمان دبي خلال الفتره دي تشهد مجموعه كبيره جدا من الاحداث الرياضيه والبطولات العالميه في مختلف الرياضات. توارى شويه او قل شويه الاهتمام عشان ينصب كله حوالين مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك. تلفزيون، صحافه، مواقع اخباريه، قنوات، جرايد. انا عاوز اقول لحضرتك ان في زملاء صحفيين من جميع الدول العربيه وتحديدا الخليجيه قدموا خصيصا لتغطيه هذه المباراه، بالاضافه طبعا للموجودين هنا في الامارات. حضرتك عارف ان هنا في مركز، يعني في تجمع لوسائل الاعلام العربيه والعالميه كمان في الامارات. التغطية مضاعفة جدا، اهتمام يعني عايز اقول على مدار الساعة تقريبا، قنوات ابو ظبي الرياضية تحديدا، مجلس ابو ظبي الرياضي منظم الحدث من قبل الامارات عامل مجهود جبار جدا. بصراحة تغطية اكثر من رائعة، وقيمت على هامش المباراة طبعا حضرتك عارف وعرضت في بداية الحلقة النهاردة الندوات التي اقيمت، ندوات هادفة، محاور مهمة جدا لكرة القدم المصرية، سواء متعلقه بنبذ التعصب، سواء بالاستثمار الرياضي. بصراحه حدث شرف جدا جدا لكره القدم المصريه. هل المباراه او يعني مباراه بحجم الاهلي والزمالك بدات تجتذب اهتمام الجماهير الاماراتيه من ابناء الامارات بخلاف الجاليه المصريه؟ اساسا هي مكتسبه من زمان يا استاذ ابراهيم. يعني انا عايز اقول لحضرتك في الحوارات الخاصه وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، شويه المشاغبات والمشاكسات ما بين المواطنين الاماراتيين نفسهم المنحاز لهذا المعسكر والمجموعه الاخرى المنحازه للمعسكر الثاني. ده انا اقول لحضرتك على حاجه جميله جدا، يعني من كثر الاهتمام بالمباراه الانديه الاماراتيه هنا ابدت اهتمامها الشديد جدا باقامه المباراه. فنادي زي نادي النصر اللي بيسمى هنا عميد الانديه الاماراتيه لانه اقدم الانديه تاسيسا في دوله الامارات. طلع النهارده الصبح تغريده جميله كده على حسابه، حسابه الرسمي على تويتر، انه بمناسبه المباراه وبمناسبه الاحتفالات بمرور 50 سنه على العلاقات المصريه الاماراتيه، صوره جميله جدا لكابتن ميمي الشربيني ربنا يديله الصحه خلال تدريبه لفريق النصر سنه 71 تقريبا. لقطه جميله جدا
وطبعا اشاره يعني كده بالانتماء والحب والتمني التوفيق للنادي الاهلي على اعتبار انتماء كابتن ميمي الشربيني. الحقيقه حتى في الفعاليه اللي كانت مقامه النهارده هنا في القاهره الكل تذكر الكابتن ميمي الشربيني والشيخ طه اسماعيل وكابتن ريع والكابتن مشير عثمان وكتير من نجوم الكره الاهلاويه والكره المصريه عامه، كابتن زكي عثمان والكابتن طه بصري، كتير من ابناء الكره المصريه اللي كان ليهم دور كبير في الكره الاماراتيه، الحقيقه الناس بيذكرون بكل الخير. ده حقيقي فعلا يا كابتن، الجيل الاوائل دول اسس لحب الكره المصريه وحب للناس القدامى سواء مدربين او حتى لاعبين، هم دول اللي اسسوا للعلاقات القويه جدا في الخليج بصفه عامه وليس في الامارات بس. نفس القصه عملها نادي الشارقه وبرضه طلع صوره جميله لكابتن زكي عثمان فاز مع الفريق الشارقه اللي لسه كان فايز من اسبوع فات بس بكاس رئيس الامارات، كاس رئيس الدوله على نفس الملعب فاز باللقب. نشر الصوره ان هو فاز ببطوله من بطولات الدوري في تاريخه مع كابتن زكي عثمان، وبالتالي الاهتمام زي ما قلت لحضرتك على كافه المستويات حاجه تشرف جدا بجد وحاجه تدعو للفخر، ويا ريت تكون بدايه جديده ان شاء الله باذن الله لكره القدم المصريه. ان شاء الله يا وليد، تحياتي ليك ولكل الزملاء اللي عندك، وربنا يوفقكم دايما وتستمتعوا بمباراه كبيره بكره ان شاء الله. كان نفسنا نشوفك بس يا استاذ ابراهيم ونشوف الزملاء جميعا والاستاذ محمد القوسي المرات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا للزميل وليد فاروق الصحفي المتميز في الصحافه الاماراتيه، وزي ما قلت لكم كتير من الزملاء المصريين الحقيقه اللي بيثروا صحف والوسائل الاعلام العربيه والاماراتيه بالخصوص بتميز كبير.